حبيبي كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويا رب يجعلها خير، واللي ما صامش السنة دي يصوم اللي ما صامش السنة اللي فاتت يصوم السنة دي. ايه يا معلم؟ عندي رز بسمتي ولحمه من العجل. رز بسمتي ولحمه تتقطع كده؟ انا جالي طبق لحمه من امبارح. خلاص اعمله لنا النهارده. قالوا ده نصيبك. انا بص قاعد في لحم قاعد، مفيش لحمه انا قاعد. تعملك زي المره اللي فاتت؟ زي رز مسمتي بسمتي زي المندي كده. وتروح هي حاططهم في صينيه زي المره اللي فاتت وناكله بيدينا مفيش معلقه ماشي زي السوريين والخليجيين ايه رايك جاري عنتره اعمل لكم جنبها بطاطس محمره؟ لا 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 قطع كده مسلوقه الرزات واللحمات ولا عايزين بطاطس ولا بطاطا. طب مش هنحل جنبها بحاجه؟ احنا بعدين نبقى نجيب جزز بيبس ولا لا صلصه صوص طماطم مخلل اعمل لنا حرقان مش عايزين لك دم زي كده. شوف انت عايز تعمل نوعين اعمل انا اللي هلقاها اكله. ماشي ماشي يا عم صل على النبي كل سنه وانت طيب. انزل هات لنا حله من تحت. اروح اجيب من مين؟ صباح الفل. طبعا ايه حته لحمه جات لي امبارح في ايه نقطعها ونعملها نعمل كبسه النهارده. مش ما عنديش سكينه اقطع بيها غير ده اللي لقيته قدامي بصراحه ما لقيتش غير ده. الصلاه على النبي. بالراحه يا عم عشان رخامه يا مش هتتقطع. حلو قوي الصلاه على النبي. دكتور صح صح دي ايه دي هقطعها بره الكاميرا. سلام عليكم. طويل الحبه ان شاء الله ايه نغسله ونسيبه في الميه شويه ونرجع تاني. طبعا دي الحله بتاعتنا رحت خدتها من عند ياسمين. احط فيها اللحمه اشوحها وبعد كده احط لها حبه بصل على ما يجي البصل. هتسخن بس الحله كويس وانا اديها سنة زيت شوية عشان هي طبعا فيها سمين بس على ما يسيح يشتغلوا مع بعض. الجهاز هتصفي. بسم الله. انا اعملها كلها النهارده لبكره النهارده وبكره يعني مش هقعد كل يوم اعمل لو خدت ده وقعدت لبكره. قول يا رب شوحها بقى شويه. البصل اتاخر يا جماعه لسه البصل ما جاش. اطفي عليها افكر اطفي عليها لغايه لما يجي البصل يبقى كله مع بعض. حطيت لها البصل هسيبها ايه بقى ايه تدبل شوية. اديها حبة التوابل من هنا فلفل اسمر شوية بهارات لحمة بسم الله. اديها حبة حبهان 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 واديها حبة عود قرفة ليمون شوية أوراق وقرنفل مسامير ونقلب بقى ايه مع بعض. طبعا حطيت لها حبة مية هزود لها مية كمان هسيبها تستوي وبعد كده يبقى نحط لها الرز. استوت حطيت الملح بتاعي ومستني ايه بس ايه المية دي تقل شوية هحط الرز ونقول يا رب.
عندي هنا بطاطس بقى ايه سلقها قشرتها وخليتها عريضه كده واديتها ايه نص سلقه عشان ايه ما تشربش زيت وتستوي بسرعه. وده الرز بس هو رز قليل ان شاء الله ايه يظبط. ممكن نشيل شويه شوربه. طبعا عملت ايه شويه هنا اهو نسيبها شويه هرمي ايه احط بقى البطاطس بس هعمل واحده واحده وشو. حوده يا حبيبي حبيبي والله وحشني والله انت كمان والله كلكم وحشيني كتير يا عم. الناس ما الرز انا مط عليه خالص الشمعة. بص 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 بسم الله اللهم صل على النبي. ايه اقفل 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 لسه ما استواش ولا استوى حلو قوي محمد. انت اقفل الغطا مش اقفل النار. ماشي ندوق الاول. ايه مستعجل على ايه؟ مش ندوق الاول واكتم عليه كمان. دوق دوق. احنا رصيناها كده فكرتي يعني قلت ايه اغير بس لسه هقلي بالحله طبعا بس انا ايه قلت ارص ايه على حدود الحل. ممكن ادوق يا ابو احمد؟ هندوق كلنا هنصبر بس. طب اتصلنا بواجه النجمه عشان يعني انا جاي ضيف عندكم يا عم. هتاكل يا عم جاي انا جاي ضيف هتاكل يا عم هناكلك يا عم. انا ما اكلتش من امبارح. ما اكلتش من امبارح ده جعان. سيبك منه ده ما بطلنيش جعان كده على طول. سيبك منه. اللهم صل على حبيبي والله. انا جاي في الوقت التمام يا جدعان ان شاء الله زي الفل. في حد هنا بتوعنا على الحله كالعاده. لا مش 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 كده. لا بتاعك انت كالعاده يا ابو احمد. كل ينزل على الله. صور يا ولد صور. طب ما تورينا اللحمه مفتله ولا سليمه. هناكل دي. بس 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 كله بيمد ايده لحق الناس هتمد ايديها قبل الاكل. على صباعك. اوريكم اللحمه عامله ازاي. تسلم اللحمه. طب افرض انا عاملها مش مستويه وبضحك على الناس. لا لازم قدامهم. لا لازم. لا يا عم بقى يا عم. ايوه كده حبيب قلبي حبيبي. دوقني كده. دوقني يا شيء. دوقني يا شيء. دوقني يا شيء. بتقطع. بص والله زمان يا بحر. والله زمان. زمان الزمان. يلا ايه هتعمل ايه دلوقتي؟ طيب عشان ابقى فاهم. يلا ايه ماشي يلا دايما. عايزين ياكلوا. بقول له لا الاكل سنه مفيش معالق. سنه النهارده يا عيون نجبه. تعال تعال دوق الاكل. تعال هندوق الاكل. ودينا جبنا بيبس عشان نبلش. جبت لهمش عيش ليه؟ ايه رايك بس في الاكل؟ معانا رز ولحم. ايه رايك؟ بيبس. يعني خلينا ادوق الاول. الاكل سنه. خلينا ادوق الاول. ادوق يا اهو. ما تقعدش تمرجها علينا. كل لقمه تمرجها علينا يا عم. كل هندوق يا عم. انا والشفا. دي اخر وجبه قبل رمضان. بعد كده صايمين من بكره. ما هاكل بيدي. سنه قشطه. سنه يلا ايدي روح. دي جت في لعبتي. العب العب. الله ايه رايك؟ جميله والله يا محمد. حلوه. انت بتدنتش اللحم على طول الاول. اهم حاجه اللحم انا معايا. يلا سلام عليكم. انا والشيف عنتر. سلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. يلا يا جدع سلام عليكم. اشوفكم على خير. انتوا طيبين.